مرحبا رياضة على قناة حنبال، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سويعة أولمبياد تغطية يومية للألعاب الأولمبية لندن 2012. في حصتنا اليوم عنا تقييم المشاركة التونسية في كرة اليد، ونستضيف معنا سي شادي بلقايد المدرب واللاعب الدولي السابق. كذلك عنا في الحصة انتحاب السباعي في المشي واحتلال أميرة بن عمر المرتبة متأخرة في الماراثون، والإجابة بشكون عند المدرب عبد المجيد العابدي. تقييم لمشاركة المنتخب التونسي للمبارزة بالسيف مع المدرب ماهر بن عزيزة. وكذلك عنا روبورتاج آراء الجمهور التونسي حول المشاركة التونسية في لندن 2012. لكن البداية تكون مع لبيب الصغير مراسل الإذاعة التونسية. أهلا بك لبيب. مساء الخير نعيمة، مرحبا بك، مرحبا بكل مشاهدي ومشاهدات قناة حنبال. أهلا لبيب، كان تحكينا عن المشاركة اليوم. يعني أكيد اليوم المشاركة اقتصرت على ثلاثة رياضات فقط، ألعاب القوى المصارعة والملاكمة. البداية اليوم السباحة مع ألعاب القوى، وأميرة بن عمر كان شاركت في الماراثون المرتبة 80 على 111 بتوقيت ساعتين 40 دقيقة 13 ثانية، وحطمت الرقم القياسي التونسي اللي هو ملكها ساعتين 42 دقيقة و15 ثانية، مشاركة أقل من المتوسط لأميرة بن عمر. أكيد بعد ياسر مازلنا عن المستوى الأولمبي والعالمي، كما قلت 80 على 111 هي مرتبة أميرة بن عمر. في المصارعة كان الموعد اليوم مع افتتاح منافسات هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية، وأول دخول تونسي لزياد أيد أكرام بطل إفريقيا الدور الثمن النهائي اختصاص المصارعة الرومانية، والبداية كانت ضد الفرنسي كريستوف جينو، وفوز الفرنسي 2-0. زيادة تجرام تحسر كثيرا على الخسارة، وصرح بعد النزال بأنهم فماش حتى تشجيعات، فماش إمكانيات للمصارعين، يعني غياب الدعم المادي والمعنوي. قال كريستوف هذا لعبته عندي عام في بطولة العالم وفزت عليه، ولو انه بين الظفرين فاز عليه وهو مازال كيرجع من اصابه باش تبدا الامور واضحه، لكن قال لو كان عندي الامكانيات بتاع الفرنسي اللي معاه استاف كامل اليوم مع حتى معد ذهني، قال كنت نجم نعمل حاجه مع تشجيعات ماديه. قال احنا يذكرونا قبل 3 ولا 4 شهور من انطلاق الالعاب، انت عملت حاجه باهيه في اخر العاب، اي مره نمشي للالعاب الاولمبيه. كان كلام كبير ياسر صرح به زيد اي تكرام اليوم بعد نهايه النزال. في الملاكمه الدور الثمن النهائي لوزن 60 كيلوغرام ملاكمة نسائية، وأول ظهور لهذا الاختصاص في الألعاب الأولمبية، اقترن بأول ظهور لملاكمة تونسية هي ريما جويني اللي لعبت ضد النيوزيلندية من أصل جنوب أفريقي أليكسيس بريتشار. النتيجة كانت 15-10 للنيوزيلندية اللي فازت في الجولة الأولى 4-3. عودة ريما جويني في الجولة الثانية 4-2، والمنعرج نعيمة كان في الجولة الثالثة. ريم كانت متقدمة بنقطة مقابل 0، تم إنذارها وبالتالي خصم زوز نقاط، وكأني بالحكام وهذا ما قاله الإطار الفني محمد الشرقي بعد المباراة، أيضا فتح الميساوي بعد النزال قالوا أنه التحكيم هو كان نقطة سوداء وهو اللي أحدث الفارق في هذا اللقاء. كنا في الجولة الثالثة 5-1 بعد إنذار ريما جويني لفئة النيوزيلندية، و4-2 في الجولة الرابعة، وبالتالي الحصيلة كانت 15-10 وخروج ريما جويني من الدور الثمن النهائي. وكأني بهذا الدور بين ظفرين طالع سوء وعتبة بالدرجة بتاعنا على تونس، اللي يوصل الدور الثمن النهائي يغادر الألعاب الأولمبية. حصل هذا في الجيد، وخاصة الأربعة اللي كانوا موجودين بين فتيان وبين فتيات وفتاة اللي هو فيصل جبالة خرجوا من دور الثمن النهائي. في الملاكمة أيضا الثلاثة الأولاد خرجوا من الثمن النهائي، الملاكمة النسائية دور الثمن النهائي. في المبارزة عندنا زوز أولاد خرجوا من الدور الثمن النهائي، يعني تبارك الله ماذا بينا كان يعديونا الدور الربع النهائي بلاكش نوصل للدور النهائي ونفوزوا بميدالية. تقريبا هذا اللي صار اليوم، كما قلنا اليوم البرنامج خفيف كما المشاركة التونسية لحد الآن خفيفة، ميدالية برونزية فقط لأسامة الملولي البارح في 1500 متر سباحة حر. في انتظار حبيبة الغريبي، يعني في انتظار إن شاء الله حبيبة الغريبي غدوة الموعد، أكيد سنرجع بعد للبرنامج والموعد المنتظر إن شاء الله 9 درجة. فقط معتك في التقديم في محتوى الحصة باش تحكيوا على حسنين السباعي، أنا البارح قلت مازلنا ما نعرفوش علاش ما كملش السباق. فقط سنة سيونس الشتالي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية كان موجود اليوم في قاعة الملاكمة، قالوا أن حسنين السباعي تقريبا حس روحه أنه ينجم يوصل يعمل حاجة، تقوى شوية وقوى في الريتم، لكن فاتوه يا جماعة. وقت اللي فاتوه
قال معاش النجم نخلت وانسحب. يعني هذا هو تفكير حسنين السباعي اللي عملها قبل راه في بطولة العالم كما قلت البارح في مراسلة سابق، مش أول مرة يعملها وينسحب من السباق. يعني كيعرف روحه باش يكون بعيد على منصة التتويج، انسحب وأكيد دون تعليق بالنسبة لحسنين دون تعليق السباعي. وانهزامية كبيرة يعني من السباعي أكيد أكثر من انهزامية من حسنين السباعي، وما هكذا يكون تشريف وحمل الزي الوطني كان ينجم يكمل السباق. اليوم أميرة كملت في المرتبة 80، المهم على الأقل خلت وراها 31 مسابقة، ومش نلقاه في الجدول وأنه انسحب في الآخر. هذه وصمة عار، هذه عباد لازم تتحاسب، خاصة وأنه يقولوا لي وأنه إمكانيات كبيرة توفرت لحسنين السباعي، مدرب فرنسي، وبعد تبديل هذا المدرب بحاتم غولة تربصات ديما خارج أرض الوطن، وقت اللي حشدنا به في الصحيح ما نلقاوش حسنين السباعي. شكرا لك لبيب، ونحن تو نرجعوا نحكيوا معك بعد. أهلا بك سي شادلي القايد، مدرب وطني ولاعب دولي سابق. حبينا نسألوك يعني تقييمك لمردود المنتخب الوطني لكرة اليد إلى حد الآن. إلى حد الآن قبل كل شيء صح شريبتكم صح شريبتك وجميع المشاهدين، إلى حد الآن المنتخب نتاعنا ورى وجهين، معناها فتناش في الأربع مباريات اللي لعبناهم، فما المباراة الأولى أمام السويد، المباراة الثانية أمام إيزلندا، وجه النجم نقوله محتشم، معناها مش الفريق نتاعنا اللي ننتظروا فيه، فما عدد اشياء ما مشاتش خاصه في الدفاع. خسرنا المباراه الاولى فارق 7 أهداف والثانيه فارق 10 أهداف، ووربنا في المباراه اللي من بعد امام فرنسا وامام بريطانيا وجه ثاني مطمئن، نجم نقول مطمئن، معناها النجم لعبنا الند بالند مع الفريق الفرنسي الى حد 45 دقيقه في المباراه، ربع ساعه في الشوط الثاني كنا نديه مع الفريق الفرنسي، وخسرنا في اخر وقت مع الفريق الفرنسي بفارق 6 أهداف. وجه أنا باهي رغم الامكانيات المتواضعه نتاع الفريق البريطاني، لكن انا نقرا المباراه بحاجه ثانيه، ما انا فما روح فما الدفاع خدم كما ينبغي، 17 هدف و 18 امام الفريق البريطاني، هذاك يخلي نسترجع شويه ثقه في الفريق نتاعنا. نحن سي سيد لي سامحني نقص عليك، ها باش نرجعوا نحن نحكيوا على المنتخب الوطني لكره اليد، لكن توا نمشيو نشوفوا اراء الجماهير التونسيه في المشاركه التونسيه في لندن 2012 ونعود. تبع الالعاب الاولمبيه ولا والله تبعت الالعاب الاولمبيه شويه، تبعت البارح وسام الملولي. تبع في الالعاب الاولمبيه ولا لسه؟ بالطبيعه. مش ديما نتفرج. نتبع فيهم اول باول. كيفاش نجم تقيم المشاركه التونسيه في الالعاب الاولمبيه؟ مشاركه صفر. مشاركه صفر، تحت الصفر يا ولدي، ما ثماش مشاركه. والله حشمتهم. السنه راها مشاركه مخايبه شويه الامال. غير مشرفه بالكل. ميداي دو برونز في اولمبياد ماهيش حاجه كبيره. المشاركه التونسيه جمله السنه. ما عملوش حاجه باهي، فهمتني، كنا معاملين على وسام الملولي وشويه الجزيري في التنس شويه، حتى من هون اللي معاملين عليه مش حد دي ريزلتا شيء كافر. كره الطايره كره اليد ما شفنا حتى شيء والله، لو كان مشيتوا ما مشيتوش خير. مردود طايحه شويه يوم بس حكم برشا عوامل يعني صارت في البلاد، ممكن ما صارش تحضيرات باهيه، ممكن ما تنجمش تفهم. وسام الملولي بريسك ديما في المشاركات نتاعنا الدوليه ديما اللي هو يهزنا، نقولوا نحن بلغه التونسي هو اللي يهزنا روسنا، كاو البقيه كل المشاركه محتشمه. هذيك هي النتائج اللي كنا نترقبوا فيها، كنا نترقبوا نتائج احسن من ملولي ظروف نتاعو ما فهمتش شنو ظهر ولا شنو هي، كل مره معناتها يتعب علا مانيش عارفين الاسباب. ما لعبوش على الدرابو وزعم كان في المطلبيات ويحبوا الفلوس والوتله الباهيه ومشيوا للتسوق. مشاركه فاشله على جميع المستويات بصراحه. ممكن هذا كله راجع لقلة التحضيرات والعزيمة زادة نتاع الزوارات ما كانش بالمستوى. شنو يلزم باش نهار اخر نجموا نلقاو كي ديزاتليت يهزوا دي ميداي في الاولمبياد؟ من الصغر تو كيما كيما تاع جينيور تاع الفوت ولا الصغر كي ثم لهوا بهم نلقاو نتائج، من الصغر يتلهوا بهم باش يوصلوا للاج هذاك ان شاء الله بحول الله يلقاو حاجة. المطلوب تحذيرات يلزم تكون مدروسه، الخدمه والاستراتيجيه نتاع البلاد وزاره الرياضه شو كيفاش تتبدل برشا افكار وتكون نخدموا يعني المسرح العام لمصلحه الدراب وتونس. برا مش يطلع الحي التضامن اللي قاعده العباد واخذ عليها فكره. شوفوا اللوت في حي التضامن، شوفوا اللوت في مورناك، شوفوا الناتاسيون، شوفوا السبور، شوفوا البوكس في الاحياء الشعبيه، كيفاش كنتوا تخرجوا لبرا وخرجت. لازم تحذيرات كبيره، لازم نعمل ستاج برا. فهمت الكل معناتها الكل النخبه اللي تشارك في الالعاب الاولمبيه.
جمهور كان غير راضي على المشاركة التونسية في لندن 2012، ونحن نعود مع سي شادي القايد على تقييم المشاركة التونسية في كرة اليد. حبينا نعرف يعني أسباب الهزيم بفارق عريض، يعني وشكون اللي يتحمل المسؤولية في ذلك، اللاعبين أم الإطار الفني؟ والله يغزر، أنا نقول نحطك حاجة في إطارها. أنا بالنسبة للفريق نتاعنا كرة اليد معناها فترة انتقالية، معناها فودير بعد ما نسمي الحاجات بأسمائها، معناها فما لاعبين معناها تنجم تقول ريكومبونس لمشاو للجوز اولمبيك هذايا العطاء نتاعهم. لكن ترى انه ريكومبونس على حساب انك كما نقولوا تجدد الفريق وتعطي فيه روح اخرى؟ هذاك الاوبجيكتيف، معناها تنجم تقول جد فريق خاصنا نجدوا الفريق قبل الالعاب الاولمبيه ولا بعد الالعاب الاولمبيه، معناها نحسب التمشي نتاع الجامعه التونسيه معناها التجديد بالسير معناها مبرمج بعد الالعاب الاولمبيه، معناها تنجم تكون الالعاب الاولمبيه هي اخر مرحله لبعض اللاعبين ومن بعد سير تجديد، ونشوف فما لاعبين ودماء جديده في الفريق اللي اظهروا في المباريات هذه. معناها ايمن تومي الوجه المشرف ظهر في المباراه الاخيره، امين بن نور، امين بن نور، اسامه بوغانمي، وائل جلوز، معناها هذوما اللي مستقبل، يعني مستقبل الفريق. رغم ان نقول فما لاعبين ومخضرمين كما مقنم هيكل مقنم اللي يظهر وجه طيب جدا، معناها نجم نقول هيكل مقنم مازالت عنده روح، معناها لاعب كما هيكل مقنم مازال ينجم يعطي للفريق هذايا.